اتخزن في الانسر. يعني انا لو دوست انسر يساوي هيطلع لي الرقم اللي هو 1.5. يبقى اذا هذا الرقم متخزن في الانسر. انا هعمل ايه؟ انا هكتب نفس المعادله دي هي هي، بس مكان كل اكس انا كنت بعوض مكانها هكتب انسر. يعني هكتب انسر ناقص، وهعمل علامه الكسر، وهكتب لحضراتكم هنا انسر تكعيب ناقص انسر ناقص واحد، وتحت 3 الانسر تربيع ناقص واحد. يعني انا كتبت نفس المعادله هي هي دي، ولكن مكان كل اكس الانسر. المفروض ان انا لو دوست على الزرار يساوي دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هياخد النتيجه اللي هي 1.5 اللي انا كنت مخزنها في الانسر يعوض بيها هنا. طيب طلع رقم جديد، الرقم الجديد ده طبعا اللي هو انا كنت مطلعه لكم هنا اهو 1.3 اهو نفس الرقم. انا واخد حتى موقف لغايه علامه العشريه رقم 6. انا دلوقتي الرقم الجديد اللي طلع لي ده اتخزن فين؟ اتخزن في انسر جديد. يعني انا لو دوست يساوي تاني هياخد الرقم ده يعوض بيه في المعادله ويطلع لي رقم جديد. يعني انت هتدوس يساوي هيروح مطلع لك الرقم اللي وراه اوتوماتيك، والرقم الجديد اللي مكتوب ده اتخزن في الانسر برضو. يعني لو دوست يساوي تاني هيطلع لحضرتك الرقم الجديد، ولو دوست يساوي تاني هيطلع لك رقم جديد، وهكذا. هتفضل تدوس يساوي لغايه ما حصل ايه؟ هتلاقوا الارقام ثبتت. يعني لو دوست يساوي الرقم هيطلع هو هو. يبقى هذا الرقم الجديد اللي طلع هو الحل بتاع المعادله وبدقه عاليه جدا. وكم علامه عشريه نعد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طلع دقيق لتسع علامات عشريه. لو احنا وقفنا لغايه اول رقمين 20 3 2 هتلاقوه بتاع طريقه البايسكشن. انما احنا هنا وصلنا لغايه الحل المثالي بطريقه نيوتن رافسون. هتلاقوا في المذكره الثانيه اللي قلت لكم عليها البي دي اف رقم 2، هتلاقوا فيه برضو مسائل ثانيه بطريقه نيوتن رافسون. حتى المساله اللي حللها بتاعت الساين بتاعت البايسكشن حللها ثاني بطريقه نيوتن رافسون. انا كده انتهت المحاضره، مش عايز اطول عليكم. الموضوع انا شايف ان هو ممكن يكون فاعليته كبيره، واعتقد ان انتوا فهمتوا. ولو حد عنده اي استفسار هيقول لي. هتابعكم الفتره الجايه، هنحاول يبقى في لينك ما بيننا وما بين المعيد، وهنزل لكم مجموعه من التسليمات. اصبح الموقع الالكتروني دلوقتي ضروره ضروره، لازم حضراتكم تكونوا متابعينها بصوره مستمره عشان اي تسليمات واي استفسارات منكم انا جاهز، وربنا يوفقكم ان شاء الله.